بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال البطفاري، يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم العمل الجمال. طبعا راح أقول لكم شيء صراحة خاطرة جتني. هذه الوحدات أمانة يتم تركيبها زين ونسيانها مثل ما يقولون. يعني أنا ما أتكلم عن مشكلة التركيب أو مجموعة الوحدات اللي تم تركيبها، ولكن المشكلة أن الوحدات هذه يتم تركيبها ونسيانها. يعني يا أما أنك أو الوحدة هذه تدبر حالها وتعيش زين فترة سنتين، فترة ثلاث، فترة أربع، فترة خمس بدون صيانة صراحة، أو أنها تخترب زين. يعني لو اختربت بعد فترة ما في مشكلة زين، لأن فقط يتم تركيبها وإهمالها. فهذه تسمى سيرفايفر أو الحياة، إما أنك تعيش زين وتستمر أو تموت بهدوء زين. يا جماعة حاولوا أنكم إذا ركبتوا وحدات تتابعونها، تتابعون صيانتها، تتابعون نظافتها زين. فقط هذا اللي حبيته، سيرفايفر زين، الحياة أو الموت. نراكم على خير.